مجلس النواب يرفع جلسته إلى الأربعاء، والمحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان. تفاهمات اقتصادية بين العراق وأرمينيا، والسودان يدعو إلى منتدى مشترك لرجال الأعمال وفتح خط طيران بين البلدين. العراقيون يستذكرون الانتفاضة الشعبانية، والسيد الحكيم يؤكد أن إحياء الذكرى حافز لدعم الدولة والنهضة الخدمية. 20 منطقة ببغداد تكسوها الخدمات بنسبة 100%، والجهد الخدمي الحكومي يطرق أبواب المناطق المحرومة. رفع مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته إلى يوم غد الأربعاء بعد التصويت على عدد من مشاريع قوانين وقراءة مقترحات. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن البرلمان رفع جلسته إلى يوم غد الأربعاء بعد التصويت على مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل والبروتوكول المعدل. وأضافت أن مجلس النواب انتهى من القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، كما انتهى من القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة. إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي إلى مطلع شهر نيسان المقبل. تسلمت المحكمة في منتصف الشهر الماضي دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان على خلفية انتمائه لحزب البعث المقبور. وقدمت دعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي إلى المحكمة الاتحادية، تضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس. ومع حالة الترقب النيابي لقرار المحكمة الاتحادية والجدل المستمر لاختيار رئيس البرلمان الجديد، ارتفعت الدعوة لطرح شخصيات غير جدلية لقيادة دفة السلطة التشريعية دون خلافات. صباح حكيم. بتأجيل المحكمة الاتحادية البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان لمطلع شهر نيسان المقبل، يبقى الحال على ما هو عليه في السلطة التشريعية دون رئيس بسبب غياب التوافق واستمرار المباحثات والنقاشات وانتظار قرار المحكمة الاتحادية. ويشير مراقبون لعمل مجلس النواب لحالة من التراجع في تمرير القوانين الهامة، ومنها التي تلامس مصالح المواطنين، وقد يكون أحد الأسباب عدم وجود رئيس لمجلس النواب. هناك ضرورة تحتم أن يتم انتخاب رئيس البرلمان، على اعتبار بأنه بعض الجلسات الطارئة يحتاج رئيس فعلي للبرلمان وليس رئيس بالإنابة. اليوم المشاريع المعطلة كثيرا، هناك يعني بهذه الدورة وصلت عدد المشاريع للقوانين أكثر من 150 قانون معطل من الحكومات المتعاقبة. التمسك ببعض الشخصيات المرشحة من قبل الكتل التي يحق لها تقديم ممثلين عنهم للمنافسة في انتخابات اختيار رئيس لمجلس النواب أحد العقد أمام المضي باختيار شخصية قادرة على إدارة دفة قيادة السلطة التشريعية، لما للمرحلة القادمة من أهمية لا سيما مع انتظار المواطنين تشريعات وقوانين قد يكون محصلتها النهوض بالبلاد بكافة المستويات. انتخاب رئيس مجلس نواب لغرض اكمال خلينا نقول المشاريع المعطلة او القراءات للمشاريع او استكمال المشاريع او القوانين اللي معطلة، ف
فبالضروره يكون هناك توافق سياسي لانتخاب رئيس مجلس نواب باسرع وقت ممكن. يعني لابد من اسرع باسرع وقت ان يكون انتخاب وان يكون ترشيح جديد وياخذ مجراه وكل من ياخذ منصبه ويعمل من صالح البلد ومن صالح المجتمع. دعم الحكومه لتنفيذ برنامجها امر يقع على عاتق جميع الكتل والاحزاب السياسيه، والتي تؤكد اغلبها انها تمضي نحو اكمال كافه الاستحقاقات ومن خلال الإسراع بالتوافق على المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس النواب وترك الأمر بعدها للتصويت داخل المجلس وإنهاء هذا الملف والتفرغ لتلبية المطالب الشعبية وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية وأهمها القوانين المهمة. صباح حكيم، الفرات. قرر رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في محافظة البصرة. وجاء في القرار أنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب سعود الساعدي للتحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة اعتبارا من تأريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد لمهام عمله. وضمت اللجنة في عضويتها 12 نائبا. أناقش هذا الملف مع ضيفي من بغداد المحلل السياسي الدكتور عدنان السراج. بداية مساء الخير دكتور عدنان، أي القرار ستتخذه المحكمة الاتحادية بشأن جلسة اختيار رئيس البرلمان حسب توقعك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. حقيقة المحكمة الاتحادية تدرس كل يعني الدعاوى المقدمة وتدرس كل الحيثيات وتدرس كل الأسباب اللي يمكن أن تتخذ بها القرارات المهمة، لكن أنا أعتقد اليوم المحكمة الاتحادية لا كما يصورها البقية أنه هي منعزلة عن الواقع الاجتماعي والواقع السياسي وواقع الدولة وأهمية اتخاذ قرارات مهمة تنسجم مع الدستور والقانون وأيضا في نفس الوقت تعطي تفسيرا واضحا للدستور. أنا في تصوري المحكمة الاتحادية أرادت أن تستوعب المسألة بشكل أكبر وتتخذ القرار بشكل أوسع، وعلى هذا الأساس أنا لا أتصور اليوم حسب معطيات الواقع اللي تقدمت به الكتل يعني مسألة الجلسة هل هي قانونية أو غير قانونية وعقد الجلسة بغيرها، أتصور ستمضي قدما في سبيل أن تعطي للبرنامج التشريعي بعدها الحقيقي. كيف؟ سيكون هناك قرار، ولكن هذا القرار سيكون محكم بأن القرار عملية جلسة ستكون جلسة قانونية وإن شابها بعض الأخطاء القانونية. نعم دكتور، أكو قوانين مهمة منتظرة بعضها يمس حياة المواطن العراقي، لم يتمكن مجلس البرلمان إلى الآن من التصويت عليها، هل يمنع غياب رئيس البرلمان من تمريرها؟ السبب وين؟ نعم بالتأكيد اليوم اكو نقطتين مهمة في هذه المسألة. النقطة الأولى هي مسألة القوانين التي يجب أن يتفق عليها القوى السياسية، يجب أن توضع لها أولويات كما تفضلتي بما فيها مصلحة المواطن. هذه مع الأسف الشديد القراءات متأخرة بعض الشيء بسبب عدم اتفاق القوى السياسية على أولويات العمل وأولويات إنجاز هذا العمل. الأمر الثاني هي مسألة الأجهزة في داخل مجلس النواب، نتكلم عن الأجهزة التي تهيئ الأجواء القانونية لمثل عرض المشاريع على مجلس النواب والتنسيق بينها وبين يعني الوزارات وبين الحكومة. هاي مسألة يحتاج إلى آليات عمل ويحتاج لها سرعة في الإنتاج وخبرة لعرضها أمام إدارة أو مجلس النواب من أجل أن يتخذ الوقت المناسب لمناقشتها وقراءتها القراءة الأولى والثانية والتصويت عليها. علاقة السلطة التشريعية مع التنفيذية شلون تشوفها دكتور؟ نجحت بإنجاح عملها الخدمي على مستوى تسهيل قوانين المشاريع اللي تحتاجها؟ وإحنا دا نشوف هواية مشاريع الآن تنفذ على أرض الواقع.
يعني ممكن نقول ان التنسيق واضح اليوم، ماكو مشكله حقيقيه بين المجلس التنفيذي والمجلس الهيئه التنفيذيه والهيئه التشريعيه، ماكو اي نوع من التقاطعات، ولكن هناك بعض الامور تتعلق بالامور الماليه. اذا تكلمنا عن يعني اجراءات الحكومه في الموازنه 24، لا زال مجلس النواب يعني يناقش هذه المساله او يجب ان يخرجها من عبائته باتجاه ان تذهب الى وزاره الماليه حتى نبدا بعمل سنه 24. اليوم هذا النوع من التجاذبات الماليه في قضايا تتعلق بالموازنه لن يشهد نوع من التعاون المثمر بشكل عام على مدى سنه 23 24. حتى هذا الوقت الجميع ينتظر ان يناقش مجلس النواب الموازنه مال 24 حتى يمكن ان يرفع الجداول الى الوزارات من اجل يبدا الصرف والعمل بها. نعم، ما اعرف اذا ورد الى مسامعك دكتور انه البرلمان شكل لجنه للنظر باعمال مجالس المحافظين السابقين، شلون تشوف هذه الخطوه؟ هي خطوه ممتازه جيده باتجاه تصحيح الامور ووضع النصاب امام الجميع بان مجلس النواب قد وضع نصب عينيه مسائل مجالس المحافظات، وان مجالس المحافظات يجب ان تفهم بان مجلس النواب هو السلطه التشريعيه المراقبه لعملهم وايضا المشرعه لعملهم، وهي قادره على ان تتدخل في الوقت المناسب لسحب الثقه من اي جهه من الجهات. هذا امر واقع، لكن انا اعتقد اليوم يعني مجلس النواب في قراراته هذه اعتبرها نوع من التطور الجديد، لكن التطور الاخر الذي انا اتوقعه واتمنى ان يصير فيه هي مساله الاستجوابات ومساله وضع التقارير امام الوزارات او الوزاره او المسؤولين الكبار على اقل تقدير لمعرفه ما يحصل. اليوم بعض الوزارات متلكئه في عملها، بعض الوزارات يعني تثار حول الشبهات المعينه من هنا وهناك، على مجلس النواب ان يكون اكثر صرامه باتجاه هذا الموضوع. نعم، من بغداد المحلل السياسي الدكتور عدنان السراج، كنت ضيفي في المرصد الخبري، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. دعا رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني إلى تأسيس منتدى مشترك لرجال الأعمال بين العراق وأرمينيا، وشدد السوداني على ضرورة فتح خط طيران بين البلدين وتوقيع مذكرة لتجنب الازدواج الضريبي وتسهيل منح سمات الدخول لتشجيع السياحة المتبادلة، مؤكدا تطلع العراق إلى التعاون مع أرمينيا في مجال الطاقة وتقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية، فيما أشار السوداني إلى الفرص الاستثمارية والمشاريع المهمة التي يمكن للشركات الأرمينية الإسهام فيها، خصوصا طريق التنمية وميناء الفاو الكبير والمشاريع المرتبطة بهما. من جانبه بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني فاهجان خاتشوريان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وأرمينيا والدفع بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك في مجالات الصحة والتعليم والشباب والسياحة والثقافة، فضلا عن إلغاء تأشيرة سمات الدخول. إن هيكلية الاقتصاد في بلدنا في بلدينا أرمينيا والعراق متقاربة وهما متكاملان، وهذا ما يشكل حافزا للتعاون والعمل المشترك، كما إنما يحفز على ذلك والحاجات المتبادلة ما بين البلدين في كثير من المجالات، ومن بينهما مجالات الطاقة والمنتجات الزراعية وخبرات الحوكمة الإلكترونية والسياحة، لتشكل تكاملا من شأنه الارتقاء بالعمل المشترك. وبهذا الصدد تم التأكيد في لقائنا على أهمية تفعيل الدور المجلس الوزاري التنسيقي ما بين البلدين لما من شأنه تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية، وعبرنا عن الأمل من أجل إلغاء تأشيرات الدخول المواطنين العراقيين، وبما يساعد في تعزيز حركة التجارة والسياحة بين البلدين.
من جانبه لفت خاتشوتوريان إلى حرص أرمينيا على تمتين العلاقات مع العراق وفتح آفاق جديدة في شتى الميادين. لقد سجلنا بارتياح معدل نمو حجم التبادل التجاري بين أرمينيا والعراق في السنوات الأخيرة، وأكدنا على تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية وتنويع البضائع المستوردة والمصدرة بين بلدينا. وقد تم الاتفاق على أن الإدارات ذات السلة كلا الجانبين ستعمل على تفعيل العلاقات التجارية لضمان المشاركة الفعالة من الجانبين في مختلف المعارض والمؤتمرات الميدانية التي تقام في أرمينيا والعراق. من وجهة نظر تطور العلاقات الأرمينية العراقية، أكدنا على دور اللجنة الحكومية الأرمينية العراقية للتعاون الاقتصادي، ولاحظنا بارتياح أن نقاط البروتوكول الموقع عن نتيجة الجلسة العادية للجنة التي عقدت في سبتمبر أيلول من العام الماضي بدأ تنفيذها بالفعل. وسلطنا الضوء على تفعيل التعاون بين أرمينيا والعراق في مجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا الفائقة، ولا سيما الرقمنة والحكومة الإلكترونية والتعليم التكنولوجي، وفي المجالات الأخرى ذات السلة، وكذلك في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والعلوم والثقافة والمجالات الإنسانية. وافق المجلس الوزاري للاقتصاد على طلب وزارة الزراعة بتخفيض الرسوم الجمركية على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح والتربية. وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان أن المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، مضيفا أنه قرر الموافقة على إكمال مشروع إنشاء شارع خدمي يربط دوار الساعة بدوار الرحاب في مدينة الفلوجة. كما وافق المجلس على إدراج مكونات تجهيز ونصب خط إنتاجي بمعمل تنقية البذور في محافظة نينوى، وتابع أنه نظرا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق وللمساهمة في تخفيض الأسعار، وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة وأوصى إلى مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح والتربية بنسبة 50% ولمدة سنة واحدة. ناقشت اللجنة المالية النيابية قانون التعديل 21 لقانون الملاك. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان أن رئيس اللجنة عطوان العطواني ترأس اجتماعا موسعا لمناقشة قانون التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، مضيفا أن الاجتماع حضره ممثلون عن وزارات المالية والصحة وهيئة النزاهة والتخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي، فضلا عن نقابات الصيادلة وطب الأسنان وذوي المهن الصحية والمهندسين والمحامين. إلى ذلك، أكدت وزيرة المالية طيف سامي أن رواتب الموظفين للعام الحالي مؤمنة بشكل كامل، مشيرة إلى أن إطلاق رواتب موظفي الإقليم للشهر الحالي مرهون بتقديم قوائم الأسماء. وقال السامي خلال اجتماع مع اللجنة المالية أن رواتب الموظفين للعام الحالي مؤمنة بشكل كامل، مبينة أن إطلاق رواتب موظفي الإقليم للشهر الحالي مرهون بتقديم قوائم الأسماء واشتراط التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة. فيما أكدت سامي أن الوزارة بدأت إطلاق تمويل الموازنة التشغيلية، لافتة إلى أن جداول موازنة 2024 سترسل قريبا إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها إلى البرلمان. مطالبات عديدة في ميسان بإحياء المصانع المحلية المتوقفة وتشغيلها، وذلك من خلال تقديم الدعم لها لتشغيل الأيادي العاملة والتقليل من البطالة. تقرير الزميل أحمد السدخان.
في ظل التحولات الاقتصادية السريعة والمستمرة، يعتبر تعزيز الصناعات المحلية أمرا حيويا لاستقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وبهذا الخصوص يعقد أهالي محافظة نيسان الآمال على الحكومة المحلية الجديدة في إعادة تشغيل المصانع والمعامل المعطلة من أجل توفير فرص العمل للشباب وتشجيع المنتج المحلي. الأيادي العاطلة عن العمل كثيرة، فيجب على الحكومات المحلية الجديدة البدء بتشغيلها من خلال تشغيل المصانع المعطلة والتي لا زالت معطلة. وفي سابق الزمان كنا نطالب دائما بإيجاد حلول لهذه المصانع من أجل تشغيل أبناء محافظة ميسان. نأمل من رئاسة الوزراء أن تمد يد العون لهذه المعامل المعطلة وتعمل باستمرار على تشجيعها و جعلها معامل منتجة ومعامل مستوعبة لكافة طاقات الشباب. هذه المعامل إذا اشتغلت راح أولا ترفع من مستوى العمل داخل المحافظة، تستقطب الشباب، نقضي على البطالة نوعا ما، بالإضافة إلى تشجيع المنتوج الوطني. الحكومة المحلية في ميسان أكدت أنها وضعت في مقدمة أولوياتها النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للمحافظة، لا سيما ما يتعلق بإعادة إحياء المصانع المتوقفة عن العمل عبر إيجاد الخطط المدروسة بهذا الجانب. لدينا خطة استراتيجية من ناحية الخدمات والبناء العمراني للمحافظة والبنى التحتية، لدينا خطة في موضوع التربية حقيقة والصحة والطاقة، ومن الطاقة تخص الكهرباء والشركات النفطية، ولدينا رؤية حقيقة في موضوع المعامل والمصانع في محافظة ميسان لوضع خطة كيف تشغيلها وإعادتها إلى العمل. إحياء الصناعات المحلية وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم من شأنه تعزيز الواقع الاقتصادي الوطني وامتصاص البطالة. أحمد السدخان، الفرات، ميسان. في مثل هذه الأيام المباركة تحشد العراقيون صوب الخروج بانتفاضة انطلقت شرارتها من البصرة وذي قار، ولم تنتهي عند 14 محافظة عراقية ثأرت على النظام الفاشي الذي أدخل البلاد بويلات من الدمار. فبعد غزو النظام البائد للكويت انتفض العراقيون عام 91، حيث بدأت الانتفاضة المباركة من البصرة، وخلال 15 يوما وقعت 14 محافظة عراقية بيد المنتفضين. وقامت السلطات البعثية كردة فعل على هذه الانتفاضة بقمعها، مما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف وتشريد ما يقارب مليوني شخص. وقصف النظام البائد آنذاك حرم الإمام علي وحرم الإمام الحسين عليهم السلام، واعتقل عددا كبيرا من الحوزويين والعلماء، وأعدم أغلبهم عدا الذين فروا من العراق، كما وهدم كثيرا من المدارس الدينية والمساجد والحسينيات على يد السلطات البعثية. أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم أن ذكرى الانتفاضة الشعبانية تحفز لدعم الدولة والقانون والنهضة الخدمية والتنموية الشاملة. وقال السيد الحكيم في بيان أنه في ذكراها 33 لم تكن الانتفاضة الشعبانية لشعب العراق من شماله وحتى الجنوب ثورة لحظة عابرة عكست غضب الأمة من الدكتاتورية وحكم الحديد والنار، بل عكست قدرة القرار العراقي الرافض للظلم، فيما أشار إلى أنها دلت على مدى الترابط الإنساني والروحي بين الشعب ومرجعيته الدينية وقضاياه المصيرية. وحيا السيد الحكيم بإجلال وإكرام مآثر تلك الثورة العراقية، وترحم على شهدائها الأبرار، وحث على تخليدها والتذكير بمنطلقاتها وتعريف الجيل الجديد بأهدافها وضرورة استلهام القيم النبيلة التي بشرت بها.
في الخامس عشر من شعبان عام 91 انطلقت شرارة الانتفاضة الشعبانية لتعلن عن رفضها لحزب البعث المقبور الذي أدخل البلاد في ويلات الحروب العبثية. المزيد مع التقرير الآتي. بعد سلسلة من الحروب العبثية الخاسرة التي سببها النظام المباد، حانت لحظة الحقيقة. الخامس عشر من شعبان عام 1991 إذ صدحت حناجر الشعب هاتفة برفض ذلك الحزب الدموي الذي أدخل البلاد في أتون الحرب والصراعات التي استنزفت ثروات البلاد وغيبت خيرة شبابه وكوادره. لم تكن مغامرات البعث الطائشة على مستوى الحروب الخارجية فحسب، بل ذهب ذلك الحزب الدموي إلى القيام بمجازر شاملة ضد العراقيين على أسس قومية أو طائفية. فبين حملات الإبادة الجماعية بواسطة الإعدامات واستخدام وسائل التعذيب الوحشي، وصل استهتاره بحرمة الدم العراقي إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد أبناء الشعب العراقي من أبناء القومية الكردية. تلك الهمجية التي استخدمها النظام البائد ضد الشعب كانت تتحول إلى ذل وهزيمة أمام الآخرين. فبعد هزيمته المدوية إثر طرده من دولة الكويت، ثأر الشعب العراقي وبمساندة قسم من الجيش لكرامته وحقوقه المستلبة، حيث فجر شرارة الانتفاضة الشعبانية والتي امتدت لتشمل 14 محافظة، خرجت نهائيا عن سيطرة نظام البعث المحظور. وعلى الرغم من إجهاض الثورة بعد توقيع اتفاقية صفوان المذلة، إلا أن الاتفاقية بقيت جذورها مشتعلة وتحولت إلى مرحلة جديدة من مراحل المعارضة العراقية بعمومها، والتي أصبحت لها قيادة معروفة اختارتها الجماهير المنتفضة، والتي استمر مشروعها لغاية سقوط النظام المقبور لتدشن مرحلة عمل جديد يتناسب مع البناء الديمقراطي لدولة العراق الجديد. وللمزيد ينضم معنا من الديوانية السيد محمد المشكور، عضو تيار الحكم الوطني. بداية مساء الخير سماحة السيد، الانتفاضة الشعبانية هل ما زالت ذاكرتكم تحمل شيء عن هذا التاريخ المشرف للشعب العراقي الذي قاوم الدكتاتورية؟ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم ولقناة الفرات الفضائية على هذه الاستضافة. في الواقع نحن نعيش هذه الليالي وهذه الأيام ذكرى رائعة جدا، وهي ثلاثة: أولا ولادة الإمام المنتظر، وكذلك الذكرى السنوية للفتوى الجهادية للسيد السيستاني الله يحفظه، وكذلك نعيش الذكرى الثالثة والثلاثون للانتفاضة الشعبانية المباركة. في الواقع الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، أن الله سبحانه وتعالى ينقل لنا سيرة الأنبياء والصالحين والأئمة، وكذلك ينقل لنا أصحاب الأقوام الصالحة والطالحة. وباعتبار أن هناك إعلام ودور يوضح مواقف الأنبياء لنتخذ منها عبرة ودروس في حياتنا اليومية. ومر على التاريخ ذكرى يوم عاشوراء وما قام به الإمام زين العابدين والحوراء زينب، التي تعادل نصف هذه المعركة باعتبارها وقفت الدور الإعلامي المشرف لتستنهض الأمة
ولتبقى عاشوراء خالدة في كل الأزمنة، وهكذا تلت الثورات والمعارك ما بعد ثورة عاشوراء إلى يومنا الحاضر، حيث قام الشعب العراقي في 91 الانتفاضة الشعبانية المعروفة، وأن هناك العقل الجمعي منها السلبي والإيجابي. السلبي أن الناس تنتفض لا إراديا فتكون النتائج دائما سلبية وإن نجحت في بعض مصادقها. ونجد أن الانتفاضة الشعبانية المباركة مبنية وقائمة على علاقة بين الواقع العراقي والمرجعية هنذاك المتمثلة بآيات الله العظمى السيد الخوئي الذي أطلق الفتوى حافظوا على بيضة الإسلام. ونرى أن الجموع من شمال العراق إلى جنوبه قد تلبت هذا النداء، وذلك ليس اعتباطا أن هناك نظام عاث في الأرض فسادا، وهذا النظام أدى ما أدى خلال حكمه 35 سنة إلى القتل والقمع والسجن، وأدخل العراق في حروب في الواقع، الحرب الأولى حربي مع الأكراد، الحرب الثانية مع الجمهورية الإسلامية، الحرب الثالثة الانتفاضة الشعبانية، كيف تمكنت من أن تضعف سطوة النظام البائد وقوته آنذاك؟ ينظر النظام السابق أن قوته عالية جدا ولا يمكن أن تهز، وإذا هو فوجئ بهذه الآلاف والملايين قد انتفضت وأسقطت المحافظات الوسطى والجنوبية بالأخص، حيث أدرك عنذاك أنه ضعيف ولا يمكن الوقوف أمام هذه الدماء. لماذا؟ نعم. لأن الشعب العراقي ضحى بدمه ويتقدم بكل قوة، وكان ذلك التنظيم الرائع، ألا أنه النظام العالمي ودول الاستكبار رأت من أن هذا النظام سوف ينتهي ويكون البديل الحرية لهذا الشعب العراقي، فبات في نفس هذه الانتفاضة يقمع ويقتل، وضرب الصواريخ والدبابات حتى استشهد الكثير من أبناء الشعب العراقي على كل الطوائف والأديان، ليس لطائفة واحدة بل هو عدو الجميع. وبذلك وقف الشعب العراقي الوقف أمام دول الاستكبار أن هناك شعب يعاني المرارة والمظلومية والقتل والدماء، وهزت هذه الانتفاضة أركان النظام في دول العالم، وفكرت الدول الكبرى أن هذا النظام لا بد أن يتغير، لأن واقع الحال انكشف لدى الدول الكبرى ودول المنطقة أن هذا النظام مرفوض. لذلك تعتبر الانتفاضة بداية حقيقية للوعي العراقي ومدى التصاقه بالمرجعية. نعم. وبات يأتمر ويتمثل بأوامر المرجعية أول بأول، ونرى ذلك حينما وقف في وقتنا الحاضر في 2014 عندما لبى السيد ستاني تلك الفتوى الشهيرة التاريخية، وقامت تلك الملايين والجموع الغفيرة بالتصدي إلى قوات داعش الغاشمة، ونحن نعيش الحرية بفضل هذه الدماء وبفضل اتساق الجموع والملايين من الشعب العراقي مع المرجعية. لذلك تعتبر حالة فاصلة في هذا الوقت لبداية عراق جديد يمكن. نعم. أن يصل إلى بر الأمان، ويمكن أن يحكم نفسه بنفسه، وحرية الانتقال السلمي للحكومات نراها في الحكومات المحلية وكذلك في الحكومة الاتحادية، ونرى أن الإنسان والفرد ممكن أن يعطي رأيه. هكذا تعلمنا في الواقع من تاريخنا ومن القرآن أن الإنسان حر في كلمته، كلمة حق أمام سلطان جائر، وفعلا وقفنا تلك الوقفة الرائعة وعطينا دماء ليس مجرد أقاويل وفي الساحات والتظاهرات، بل أعطينا دماء، ومنهم من هجروا إلى خارج العراق وباتوا ينادون أمام منظمات المجتمع المدني وأمام الأمم المتحدة وأمام السفارات أن هناك شعبا يقمع كل يوم وفي كل ساعة، والسجون ملأى في الثوار. لذلك أعتقد أن هذه حد فاصل جديد لبناء مستقبل، وأعتقد المستقبل وافر، ويجب عليه أن يخلد هذه الانتفاضة المباركة سنويا،
لذلك هناك أجيال جديدة يجب أن تعلم عمق هذه الانتفاضة وعمق آبائهم وأجدادهم الذين ضحوا من أجل العراق، من أجل حياة حرة كريمة. نعم سماحة السيد، النظام البائد، نظام أبطش بالجميع تقريبا، لم يرحم الأطفال، النساء، الشيوخ، العلماء، الجميع تقريبا. كيف استطاعت يعني الانتفاضة الشعبانية أن تكسر حاجز الخوف عند العراقيين في مواجهة هذا النظام؟ في الواقع بعد ممارسات النظام السابق باتت هناك حسرة في قلوب العراقيين على مستوى الكبار والصغار والأطفال والنساء. يجب أن يقول هذا الشعب قولته وينتظر هذه الفرصة. لماذا؟ لأن وصل الظلم إلى ذروته، وخصوصا نرى أن النظام دمر الأنفس ودمر الأسلحة ودمر حب الوطن ودمر كل شيء. لذلك هب الشعب العراقي صغارا وكبارا، نساء ورجالا، وانكسرت هذه القيود من الجبن والخوف، بل كان كل شخص يتمثل أنه يقدم هذه النفس وهذه التضحية من أجل أن يكون الإنسان يشعر بالأمن والأمان، من أجل حياة حرة كريمة كما أراد الله سبحانه وتعالى والأنبياء وأهل بيته ومراجعنا الكرام. ونرى الآن كل إنسان حر في حياته اليومية يقول قولته، ينظر إلى الحكومة في تقصيراتها بين الحين والآخر من أجل أن يقول إلى جيلنا المستقبل أن أباءكم قد وقفوا تلك الوقفة في 91، يجب أن تستمر إلى الأبد إن شاء الله. نعم، ذكرت خلال حديثك سماحة السيد نقطة جدا مهمة، وهو من الضروري أن يتعرف الجيل الحالي على جرائم حزب البعث والنظام البائد. كيف ممكن ذلك؟ ندعو في الواقع، ندعو من خلال هذه القناة الحكومة أن توضع هذه المواقف وهذا التاريخ في المنهاج الدراسي الابتدائي والمتوسطة والإعدادية وحتى في الجامعات. لماذا؟ لأن فيها دروسا وعبر في مادة التاريخ ليعطي الطالب في المستقبل أنه صاحب إرادة وينظر إلى أن هذا الوطن عزيزا كريما أعطى الدماء من أجل بناء الإنسانية. ونعطي فرصة لشبابنا في الواقع عندما نتحدث من خلال وسائل الإعلام بين الحين والآخر، وخصوصا نحن الآن نعيش الذكرى السنوية بين الحين والآخر لا تنقطع تماما، وهناك دعوات من خلال مجلس النواب والكتل السياسية والمنتفضين وأصحاب التاريخ يطالب الحكومة في وضع ذلك في المناهج الدراسية في جميع المراحل. نعم سماحة السيد محمد المشكور، عضو تيار الحكم الوطني، كنت معي من الديوانية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في المرصد الخبري. ختام المرصد، أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.